السلام عليكم. اليوم حبيت أشوف لكم السوق يوم الجمعة بمدينة أبين. السوق يوم الجمعة كلش ازدحام وأسعار رخيصة يخبل. تعال خلي أشوفك إياه. وأحلى شيء بأربيل إنك تشرب شاي على الشارع. هذا الميدان، هذا الشارع، هذا القلعة، تشرب شاي بنص الشارع. طبعاً بدأت تمطر فقل السوق شوية بصراحة، بس السوق يخبل بصراحة. كل شي بيها، أي شي تردون بيها، عطور، جواري، ملابس، أكل، كل شي بيها بصراحة. اليوم يوم الجمعة، سوق قلعة أربيل. حبيت أشوف لكم السوق شنو يبيعون بهذا السوق يوم الجمعة. أسعار كلش رخيصة بصراحة، وأي شيء تريده تلصق، أي شيء. صراحة الجو مطرت شوية، شوي شوي إذا تمطر، خلت تقل السوق شوي الحركة، خلت شوي شوي. مرحبا مرحبا، شنو؟ بس السوق ازدحام كلش كلش ازدحام. هاي السوق، هاي نص قلعة أربيل. صراحة السوق كلش عجبني. هاي ما كنت جاي عليها يوم الجمعة، المرة جيت يوم الجمعة كلش ازدحام فول ومطرة للعلم، يعني اكو مطر وما تعزل السوق بصراحة. واي شيء تريده، ساعات، ملابس، بالة، احذية. خاطري هاي مال بابا، شوفوا 1000 دينار، اي شيء ب 1000 دينار هنا. شابوا يا اي شيء ب 1000، اي شيء تختار هنا ب 1000. وهاي هم نفس الشيء، بنطلون وهاي كلها ب 1000، كل شيء ب 1000 هنا. وهذا ب 2000 دينار، كل شيء هنا ب 2000 دينار. شو تخيل؟ خماس وهاي كلها ب 2000 دينار. 3 5 3 5 3 5 يا بابيس، 2 صار 2 صار، ورا 2 صار، ورا 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 ورا. هاي على ورا ثانية. هاي بألف دينار، أي شيء هنا بألف دينار. تخيل 1000 دينار، 1000 دينار، أي شيء تختار، أي كابوي تختار بألف دينار. انا الاحذيه مال بالا، كلش احذيات يخبل. 10 دولارات 15 دولار، 10 دولارات 15 دولار، و10 دولارات، حتى ب 10 دولارات تمام. شوف الاحذيه، كل الاحجام اصلا، كل الالوان. عجبني الماركات بصراحه. شوف مثلا هاي 10 دولارات. ما الساعات، أفلام، كل شيء كل شيء، مناظر، أي شيء هنا ب 500. تخيل 1000 دينار، أي شيء هنا ب 1000 دينار بصراحة. أسعار كلش رخيصة بصراحة، كلش عجبني الأسعار، رخيصة ببلاش. الجواري ب 1000. محابس بصراحة أنا ما يعجبني المحابس، بس حبيت أشوف لكم إياها. شوفوا جميع دقائق، صراحة شوي شوي ده يعزل السوق اللي عند. صارت مطر، بتمطر، الجو مغيم.
يخافون ده يمطر، مطرت هسه شويه بس قلت هسه مطر، لهذا ماكو ما شالوهم بعد. هاي محابس، هذا الحج يبيع لها المحابس. صراحة السوق كلش ازدحام، كلش ازدحام. راد شو قدانشتم؟ انصح اللي يجي للسوق قلعة خليه يجي يوم الجمعة، كلش عجبني بصراحة يوم الجمعة. هذا الحج هنا ده يسويهم بيده يصلح، هو ده يسويه ويبيع. تقريبا السوق كل شيء اكو، اي شيء تلقوه اكو بالسوق. هذا الحج شايل خنجر. ساعات. هذا هم يبيع ساعات مستعمل. هاي يبيعون شاي على الفحم. على الفحم على اللحم. على اللحم على الفحم يقول. السوق ازدحام، مع المحابس يبيعون كل الاحجار من الحجر المسوون بصراحة. شوف شلون، هو حتى تقدر تختار هو يسوي له بيده، يعني تختار الحجر هو يسوي لك يعني. عجبني الفكرة. هذا حجي يبيع احذية 5000، اي حذاء هنا ب 5000. هذا محل ملاحدي موجودة بنص قلعة، هذا القلعة، هذا الميدان، هاي محلات ملاحدي كل زينة، محلات ملاحدي رسمية صراحة. هذا جماعة المراقيل هنا، هاي صفحة كلها مراقيل، هاي كلها مراقيل هنا. هذا الميدان ازدحام ما شاء الله اليوم كلش ازدحام. لا اخونا يعطيك صور، لا هذول يبيعون شو اسمه تمر الهند. تفضل يا غالي. اليوم كلش ازدحام والجو يخبل بصراحة، ماكو برد. شوفوا تيشيرت لابس ثاني بس شنو ازدحام، كلش ازدحام. هاي تمر هندي اصلي بهذا الحج. على السوق هنا الناس متجمعين على الميدان طقوا صور يبيعون. هسه راح احاول اشوف لكم القلعه هم، اريد اصعد القلعه هم صراحه يوم الجمعه لان كلش ازدحام صراحه، فعجبني اصعد القلعه هم. راح اصعد بس السوق يقبل، اسعار كلش رخيصه، انصحكم تجون يوم الجمعه. طبعا بصراحة أكثر اللي شفتهم 70% مو من مدينة أربيل، كل هالناس ما شاء الله جاي سياح، وهاي أربيل تستقبل الجميع. هي هاي الحلو أصلا بأربيل، من كل المحافظات الموجودة بأربيل. السماء بارد. احلى شيء جوا القلعة من يبيعون هذول، شوف شو يبيعون اكلات اللي موجودة في القلعة. اولا هذا المحار، الحلو هنا يبيعون شوفوا لبلبي، اما الاكلة الشتوية هذا الدرة، هذا اللبلبي وكلها تازة بعدهم.
طعمهم يخبل، انصحكم تجربوها. ما يبيع رمان ورقي بلف، هذا بلف وهذا بلف. صراحة كل شيء يسوون أي نوع أي أكل فيه موجودة بربي. سوق قلعة. هذا مثلاً شو يسوي؟ هذا يقليه باقي له يقليه الأقل. ويا الصدوق. ما يبيعون طاطلي. بنص السوق تخيل. هاي السوق. هاي الصفحة. هاي الشيخانة الموجودة هنا جوا القلعة. الناس قاعدة على الشوارع. مطرت شوي شوي إذا تمطر. الناس تقل شوي شوي قلت الناس. راح احاول اسحب من العصر للقلعه هم اشوف لكم الاجواء من فوقهم لان اليوم كلش ازدحام فحبيت اقعد لي فوقهم. اكلاتهم باقي لنا احاول اصعد القلعه هم اليوم كلش ازدحام وحلو الجوحة خاصة. امشي حج امشي 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 لا توقف تمطر خلينا نلحق. قبل ما تصعد القلعة هنا كل شيء يبيعون بصراحة. هذا راح اصعد القلعة اليوم كلش ازدحام فحبيت استغل الفرصة بصراحة. يوم الجمعة كلش ازدحام ده تصير. شوف الزحمة. راح احاول اصعد لي فوق اخر نقطة بقلعة. اليوم كلش ازدحام ومطرت صراحة. الجو صارت أحلى. الجو بالمطر كلش يعجبني. حبيت أشوف لكم القلعة يوم الجمعة المكان مزدحم. أشوف لكم المنظر يوم الجمعة كيف يصير كلش ازدحام صراحة. بس صعدنا القلعة يعني حتى اكو اتراك. هو شفت اتراك ولا الناس اتراك. يوم الجمعة كل شيء ازدحام. شوفوا حتى القلعة دخول القلعة كل شيء ازدحام اليوم بصراحة. حتى شفت اتراك اجانب كل شيء هون. وهي هاي احلى شيء باربيل انك تشوف من كل القوميات من كل البلدان باربيل. شوف الجو شوف الغيم بتمطر شويه مطرت بس وقف راح تمطر. هون هذا محل مال الكباب من افضل المحلات بصراحه. شفت كل شيء عندهم واسعارهم رخيصه موجوده بنص سوق قلعه. العطورات ما هاي محل ثاني. يلمع يلمع اكلات اربيل وكباب اربيل معروفه اصلا. خلاص والله الله يسلمك عيوني. هذا السوق عندهم كل شيء صابون وهاي السوالف. صراحة ما ادري ليش يوم الجمعة اسعار ارخص من يوم غير ايام صراحة. ما ادري ليش ما ادري يمكن انا شفت شيء ولا لا. شوفوا هناك اكسسوارات كلها اكسسوارات
رخيصه بصراحه. كذا بيبي وجهك. هذا محل مال الحلويات اللي قاعده جوها. حلويات وتغطيات مالتها يخبل، البقلاوه مالتهم يخبل. هذا المحل موجود بنص القلعه. شوف هذا بالركن صاير. ناس صيرفه يصرفون فلوس ويبيعون رصيد وصيرفات وهاي. هنا دجاج شوي بنص السوق. تخيل محل احذية هنا فيه. هذا الاخ زي يسوي بصراحه سوق يوم الجمعه كلش ازدحام. هاي اول مره اشوف هيك ازدحام يوم الجمعه، كلش ازدحام بتصير السوق. فانصحكم تجون يوم الجمعه واسعارهم كلش رخيصه بصراحه. يوم الجمعه ما ادري ليش اسعار رخيصه. عجب راح احاول اعبر الشارع. شوفوا حتى الميدان كلش ازدحام اليوم، حتى ما تقدر تمشي بيها بصراحة من الازدحام. شوفوا القلعة الناس منها تبين ازدحام فول اليوم. شوف الناس، شوف الازدحام. يوم الجمعة ما كنت اتوقع هيك تصير ازدحام، فصاير كلش ازدحام. الجو مطرت بس هسه ماكو شيء. مختار مزمر. نعم يم القلعة يبيعون كل شيء. هذا ميدان القلعة. شوف اكلات مالتهم صراحة عجبني كلش وطيبة، خاصة ذاك اللي يسوي من هذا، من هذا السجق ما ادري ايش يسموه، من هذا ويا الباقي اللي طعمه يخبل. جربتها بصراحة. شوف الميدان قد ازدحام. ازدحام اليوم مو طبيعي. طبعا خلص الفيديو. اذا عجبك لا تنسى الاشتراك والاعجاب بالفيديو.